إلى الحكومة العراقية والرأي العام. الموضوع مناشدة. لقد عاش المجتمع اليزيدي على أساس الاحترام والسلام مع جميع الأديان والشعوب. رغم ذلك نفذت السلطات الحاكمة 74 إبادة جماعية استهدفت وجود هذا المجتمع، وكانت الإبادة الأخيرة التي حصلت بتاريخ 3/8/2014 على يد تنظيم داعش الإرهابي، والتي كانت مخططة مع حزب الديمقراطي الكردستاني عن طريق جمع أسلحة الشعب وانسحابها الممنهج من المنطقة وفتح الطريق أمام داعش وتسليم مسير جميع اليزيديين الإرهابيين، مع العلم الجيش العراقي لم يحرك ساكن وأخلى المنطقة من قواته التي كانت من واجبها حماية المنطقة والشعب. ونتيجة لذلك راح ضحيتها آلاف الأسرى والشهداء من المجتمع اليزيدي. لذلك قام مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة بتلبية نداء الشعب اليزيدي وخلاصهم من الإبادة. لا شك بنفق قيادات داعش هو تنفيذ وتأكيد لفكر دولة الاحتلال التركية وحكومة اقليم كردستان. لذلك استخدم داعش لتنفيذ جميع مخططاتهم القذرة في شنغال. ان اردوغان يرى نفسه امبراطور الاخير للدولة العثمانية ويهدف الى تقسيم جغرافية الشرق الاوسط ووضع الحدود حسب مصالحه، ويرى بأن له الحق أن يفعل أي شيء داخل الأراضي العراقية. لذلك يشن هجمات مستمرة على شمال كردستان وكركوك ومغمور وشنغال. ونتيجة لهذه الهجمات راح ضحية الكثير من شعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان ويزيديين. أردوغان الذي تلتخت يده بدماء الشعوب يهدف إلى توسيع احتلاله في العراق، وسبب زيارته لبغداد هو زيادة مجازره على الشعب العراقي. إن الاتفاق مع أردوغان هي موافقة على غزو العراق، لأن قبل مجيئه إلى العراق أعلن الهجوم وغزو الأراضي العراقية. وعلى هذا الأساس نحن مكونات شنغال بكافة أطيافها نرفض جميع الاتفاقيات التي حصلت بين الحكومتين والتي تخدم مصلحة دولة الاحتلال على حساب الشعب العراقي عامة والشنغاليين خاصة. يا حكومة بغداد، ارفضوا خطط أردوغان وحزب الديمقراطي الكردستاني. كونوا صوت الشعب العراقي. طريق الحل ليس مع أردوغان وأذياله. الحل مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية. ونحن على ثقة تامة هذه المرة بأن حكومة العراق بقيادة السيد سوداني رئيس وزراء العراقي ترى هذه الحقيقة وتتصرف حسب الحقيقة الموجودة، لأن أي شيء آخر سوف يكون للشعب العراقي والمجتمع الشنغالي موقف آخر ضد الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان. الإدارة الذاتية الديمقراطية للشنغال في 23 نيسان 2024. والسلام عليكم. شركتنا مايا.